أهلا بكم في هذا العرض عن مدينة العلمين الجديدة والتي يأتي افتتاحها ضمن خطة الدولة القومية للنهوض بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية. تعد هذه المدينة هي أول مدينة صديقة للبيئة سيتم إنشاؤها على طراز الجيل الرابع والتي تعتمد على الطاقة المتجددة صديقة البيئة لتصبح أحد أهم مخرجات مشروع تخطيط وتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يهدف إلى استيعاب ما يقرب من 34 مليون مواطن، ذلك للتخفيف أو تخفيف الضغط على المحافظات المكتظة أصلا بالسكان. فيما له صلة بالمساحة الإجمالية للمدينة، مساحتها 48 ألف فدان، تتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8000 فدان، هما القطاع الساحلي يشمل قطاع المركز السياحي العالمي والقطاع الأثري والحضري. كان هذا فيما لو صل بمساحة المدينة. ننتقل إلى المخطط العام للمدينة، يتضمن سلسلة فنادق على أحدث التصميمات وأبراج سكنية شاهقة ترتفع إلى أكثر من 38 طابقة، فضلا عن كورنيش ممشى سياحي عالمي بطول 14 كيلو مترا وبعرض 35 مترا. هذا ينافس أشهر المنتجعات السياحية في دول حوض المتوسط. كان هذا فيما له صلة بمخطط المدينة. ننتقل إلى مراحل تنفيذ هذه أو هذا المشروع أو المدينة. سوف يتم تنفيذ المدينة على عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الحضرية والأثرية والتاريخية، من أهم تقسيماتها المنطقة الشاطئية وإنشاء شاطئ عام ومنطقة للألعاب وعدد من الكباري، كما تتم إقامة مجموعة من الفنادق العالمية ومد شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة حاليا، بالإضافة إلى شبكات أخرى لتصريف مياه الأمطار وشبكات للري وللكهرباء. يتم تنفيذ شبكات الطرق أيضا والمنطقة الشاطئية، ذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. فيما له صلة بالمشروعات التي سوف يتم تنفيذها في هذه المدينة، هي ثلاثة مشروعات كبرى عبارة عن منطقة سياحية وأيضا منطقة جنوب الطريق الساحلي بالسكة الحديد وأخيرا القطاع الحضري بإجمالي مساحة 12 ألف فدان. فيما يشمل القطاع السياحي إنشاء 15 ألف غرفة سياحية ومنتجع صحي ومسجد، بينما تشمل منطقة وسط المدينة أو كما يذكر أو كما يطلق عليها داون تاون إنشاء 12 عمارة وثمانية أبراج سكنية. كما يشمل مشروع إسكان مصر إنشاء 5000 وحدة سكنية أو 5000 وحدة سكنية، تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لعدد من 2000 وحدة تبلغ مساحة القطاع السياحي 3000 فدان. كما سيتم إنشاء منطقة تاريخية وثقافية تضم مكتبة عامة تمثل مكتبة الإسكندرية، هي مدينة كما ذكرنا صديقة للبيئة. إذا ما انتقلنا إلى الخدمات التي سوف يتم ضخها في هذه المدينة، تضم جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتعليمية أيضا والسكنية والترفية. من المخطط إقامة عدد من الجامعات الخاصة بها ومدارس متكاملة للتعليم، بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية ذات المستوى الرفيع ومدارس اللغات. إذن مشاهدينا، بهكذا نكون قد استعرضنا مع حضرتكم عرضا يبين هذا المشروع العملاق لإقامة مدينة العالمين الجديدة التي تعد من مدن الجيل الرابع التي تعتمد على الطاقة الشمسية. شكرا لكم.